السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. أنا عملت موقع إلكتروني. وبداية كده أنا لسه صاحي حالا، فأنا قلت أصحى كده سخنان على الشغل، فقلت أبدأ على طول أصور. والنهاردة ممكن ينزل حلقتين مش حلقة واحدة، فاستنوا الحلقة التانية إن شاء الله تنزل بالليل الساعة 6-7 في الحدود دي. وأنا خليها في حلقة النهاردة في الكلام اللي بنتكلمه، أنا ليه عملت موقع إلكتروني وعملته باسم ايه وليه اخترت الاسم ده والكلام ده كله، وازاي تختار اسم موقع الكتروني بتاعك. فكل الكلام ده انا عايز اتكلم فيه النهارده في السريع. اول حاجه، انا عملت ليه موقع الكتروني؟ اولا لان فلوسه اكتر من يوتيوب، بتكلم بجد. اتنين، لان الموقع الالكتروني هيفيدك في انك تجمع مشتركينك وتجمع كل حاجه من السوشيال ميديا، تجمع كل حاجه من تويتر وفيسبوك، وتجمع كل حاجه من اليوتيوب، لان اليوتيوب مازال هو منصه اعلانيه، منصه زي الفيسبوك زي تويتر زي كل الكلام ده. فانت تجمع كل الناس دي وتحطهم في الموقع عندك، فبالتالي هيبقى عندك قاعده جماهيريه اكبر. لان الموقع الناس لما بتيجي تدور على حاجه، مثلا بتكتب في جوجل، بتكتشف في يوتيوب، تمام؟ فلما تكتب في جوجل، انا مثلا نشرت درس شرح حاجه حصريه يعني عندي، فلما انشرها على الموقع الناس تيجي تدور على الحاجه دي هتلاقي الموقع بتاعي، فبالتالي هيوصلهم للفيديو بتاعي اللي انا نشرته على اليوتيوب. فجالي كده ناس من جوجل من الموقع بتاعي، حاجه اورجانيك من الموقع، وجالي كمان من السيرش بتاع اليوتيوب، فبالتالي هنزيد اكتر وهنبقى اكبر وفي قاعده جماهيريه اكتر. فده الفكره اللي جت في دماغي بصراحه. حاجه كمان برضو، ان الموقع مفيد عامه، الموقع مفيد، الموقع انت بتنشر فيه حاجات ما تقدرش تنشرها على اليوتيوب. الموقع مفيد اكتر في انه اعلاناته اكتر من اليوتيوب. موقع اعلانات 3، اليوتيوب اعلان واحد بس، وممكن يظهر ممكن ما يظهرش، ممكن تلاقيه بتلخبط لان لسه صاحي زي ما قلت لك. فاليوتيوب اعلان واحد، موقع 3 ممكن كمان الاعلان ممكن في اليوتيوب ما يظهرش عادي. لو انت اتفرجت على الاحصائيات بتاعت قناتك او قناتي او اي قناه، هتلاقي ان في فيديوهات بتلاقي مثلا فيها 100,000 مشاهده، ولكن ظهور الاعلانات مش 100,000 مره، الاعلانات ولا حتى 50,000، ممكن يوصل 30,000 20,000 مره ظهور اعلان، لكن الاعلان نفسه ما بيظهرش 100,000 مره. ده اللي بيحصل. فدي حلاوه الموقع عن اليوتيوب. حاجه تانية، اختيار اسم الموقع. اسم الموقع انا اخترته بعد فتره طويله، بعد بالذات ان انا قبل كده كان في مثلا طريقه، كان في طريقه نزلت على النت ان انا ازاي اعمل موقع بدومين دوت كوم مجانا. فانا بذكائي دخلت وكتبت الدومين بتاعي mrbomtech.com، فالدومين ده اتاخد ونسيت الايميل والباسورد، وما عرفتش اصلا اتعامل لان الموقع كان روسي او تركي او حاجه زي كده، ما عرفتش اتعامل وما كانش في ترجمه، فما فهمتش اي حاجه، تمام؟ فالموقع كان رخم جدا واتاخد الدومين بتاعي. لو كتبت mrbomtech.com مش هيدخلك على حاجه، ولكن لو دورت عليه في جودادي او اي حاجه هيقول لك ان الدومين ده متاخد. فللاسف الدومين ده اتاخد، mrbomtech.com اتاخد. فانا كان قدامي اختيار من 4 أو 3. اول حاجه mrbom.tech، تاني حاجه mrbomtech.net، تالت حاجه mr-bomtech.com، وكان في برضو اختيار رابع فكرت فيه mrbomtech.info. فقلت برضو انفو دي بتاعت معلومات وبتاع، فقلت ماشي تنفعني. بعد كده رسيت يعني، قلت كل اللي انا قلت ده كان رخيص ما عدا .tech. قلت ده مختلف، هو غالي شويتين ولكن مختلف، يعني بالنسبه لي هو غالي بالنسبه للدومينات الثانيه. يعني مثلا دومين انفو ده ب$2، دومين دوت كوم بدولار، دومين مش عارف ايه ده برضو دوت نت ب$9، كتير على دومين، ولكن انا اشتريت دوت تك خلاص، انا اشتريت خلاص mrbom.tech. يعني انت لو دخلت على mrbom.tech هتلاقي الموقع بتاعي فاضي تماما، وده برضو اللي هنتكلم فيه دلوقتي. ولكن mrbom.tech ده مميز ومختلف وحلو وكل حاجه، فعجبني بصراحه، ولكن انا اشتريته ب $335 ده الدومين بس، $335 على بلاجر. لان طبعا انا ماليش في المواقع يا جماعه، انتوا عارفين انا مش برنس مواقع، ولكن يعني بحاول اتعلم، وطبعا ما اعرفش حاجه في ال HTML وكده، فمش هعرف اعدل حاجه. فبالتالي انا عايز قالب يكون كويس ومجاني، لان انا مش هجيب قالب بفلوس حاليا، فممكن بعد كده ان شاء الله نغير ونجيب قالب بفلوس، ولكن حاليا انا عايز حاجه مجانيه تكون كويسه اقدر اتعامل بها في الموقع ده، لان انا حاليا عايز ابدا انشر في الموقع اي حاجه، نبدا كده نشتغل فيه ونقول بسم الله يعني، ونبدا ننشر في الموقع. فانا قبل مثلا الامتحانات او وقت الامتحانات قلت كده، او يمكن قلت في فيديو ان انا هعمل موقع. بتبسط قوي لما اقول واعمل، تبقى بتعجبني قوي الحته دي، اللي هو لما اقول انا هعمل بحطها في الريمايندرز بتاعت التليفون واعمل، تعجبني قوي بصراحه. فالحمد لله احنا كده عملنا الموقع،
واشترينا الدومين وكل حاجه واتحجز لمده سنه. هو التجديد ممكن يوصل ل 700 جنيه التجديد بتاعه، ولكن يعني مش مهم يعني وقتها ربنا يحلها. ولكن تمام بالنسبه للناس اللي اشتريت منهم الدومين، ناس محترمه جدا. الراجل ده فضل معايا لحد ما ركب لي الدومين اصلا، يعني اتواصل معايا على تيم فيور اللي هو بيقدر يتحكم في الكمبيوتر بتاعي من عنده، ولحد ما عمل لي الدومين. يعني راجل محترم جدا. هتلاقي رابط الصفحه اسمها وسطنا، هتلاقي اسفل الفيديو فيها 200 لايك تقريبا. فايه يعني لكن حلوه يعني، ناس موثوقه جدا ما تقلقش منهم، يعني ناس موثوقه جدا جدا. يعني هتلاقي رابط اسفل الفيديو. فحاول انك ايه لو حابب تجيب دومين ورخاص جدا، يعني الدومين اللي هو دوت كوم ب 25 جنيه هناك او ب 35 جنيه مش فاكر، فيعني رخاص جدا برضو عن بقيه الناس اللي بره، وهيساعدوك لحد ما تخلص كل اللي انت عايزه. لو عايز اي معلومه للمواقع فبرضو هيقول لك كل اللي انت عايزه يعني. فناس محترمه جدا يعني. وده طبعا مش اعلان، لان الناس برضو فاكره ان انا بعمل اي اعلان كده وباخد فلوس. والله العظيم ما اعلان، ده الراجل ساعدني وراجل محترم، فانا بتكلم عن الاحترام اللي هو اتعامل معايا بيه بس، ولا اعلان ولا بتاع، عشان الناس برضو ايه فاكراني بعمل اعلان للقنوات، وفاكراني بعمل اعلان كل شويه حد يجي لي يقول لي اعمل لي اعلان للقناه بتاعتي. انا ما بعملش اعلانات للقنوات اصلا بكده تمام يا شباب. كده اعتقد ان انا شرحت لك ليه انا عملت موقع، والموقع مفيد بايه، وليه اخترت الاسم، ازاي انت بقى تختار الاسم. اتمنى لما انت تيجي تختار اسم الموقع بتاعك ما تحطش فيه شرطه، يعني الشرطه بتتنسي ده اول حاجه، والشرطه يعني حاجه مش لطيفه، فبلاش شرطه تمام. تاني حاجه ما تبداش الموقع بكلمه ازاي، دي برضو دي من تعليمات جوجل، يعني بتقول لك ما تبداش موقع بكلمه زي، لان زي دي برضو بتتنسي تمام. حاول الموقع بقدر الامكان يكون باسم البراند بتاعتك، يعني مثلا ماتريكس 219 موقع matrix219.com تمام، مستر بوم تك موقع مستر بوم دوت تك، الاسم بتاع البراند نفسه. فده يعني هتبقى حاجه ممتازه جدا، لان الناس بتتفرج عليك بتخش على الموقع هتفتكر اسم قناتك يعني مستر بوم تك، يبقى الموقع بتاعك مستر بوم دوت تك او مستر بوم تك دوت كوم كده، فالموضوع هيبقى ابسط بالنسبه للناس. فده برضو حاجه مهمه جدا تحطها في اعتبارك وانت بتختار اسم الموقع. حاجه تانية برضو ان انا هسيب لك فيديو في الوصف ده عن اختيار اسامي المواقع، فيديو بقى تفصيلي اكتر عن الموضوع، هيفيدك جدا لانه فادني انا شخصيا. ولكن يعني مش هناخد حاجه الناس وننشرها عندنا، لو يعني احفظ المعلومات القلقه وكده، لكن ايه هسيب لك اسفل الفيديو اتفرج عليه، هيفيدك جدا 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 في اختيار اسم الموقع. بس كده يا شباب بعتقد ان انا كده قلت لك كل الموضوع. استنوا الحلقه الثانيه ان شاء الله تتنشر النهارده، يعني حاجه معينه كده حصلت هنتكلم عليها وبس كده. قبل ما تقفل الفيديو يا ريت تكون عملت لايك وتشترك في القناه كنت اول مره تشوفني، او اول حاجه انك تعمل لايك يعني، وبعد كده اشترك في القناه كنت حابب او مش حابب تشترك في القناه برده عشان تزودنا وبس كده. شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.